رحت على بنت عمك؟ يبا قالت لي انها تدرس في التربيه. ها؟ شنكم رديتوا بسرعه من برا؟ ما شاء الله عليك يا ابو صهيب، طول الوقت كنتي معاي بالمطبخ، ايش دراك انهم برا؟ ممكن اعرف شو المقصود من اللي صار؟ ليش لازم يكون في قصد يعني؟ اللي يبي يغير اسم جورج انت ولا هم شارطين حق الزواج؟ شو هالخرابيط هذه انت؟ اقول لك تطرش على الولد وهو قاعد يدرس برا وتجيبه بيوم وليله وتقول لي ابي بشغل، اقول لك ايش تبي فيه؟ ابي يوقع اوراق وتخش عني وانا اخر من يعلم. وتتفق مع ام صهيب انك تقعده مع فاطمه جود الله ورحمته قلبه يلين. وهم انا اخر من يعلم، انا شنو بالنسبه لك؟ مرتك ولا شنو؟ انت ايش فيك انهديتي عينك مره واحده؟ فهمي انا ما جبرته، فهمي انا جبرتك؟ غصبتك على شيء؟ ها شوفي انا كلمته بطريقه وديه، اقترحت عليه غير اسمه بس. لا بعد كم يوم تجينا بطريقه وديه وترد اسمه مره ثانيه جورج؟ عن الغلط، كلمي عدل عاد. اسمعني ترى ولدي ما راح يغير اسمه وبيتم جورج اولا. وثانياً ما راح يتزوج إلا اللي تيوزه وتعجبه وما راح ينجبر على أحد. أنت ليش قاعدة تشيشينه؟ إيش فيها بنت عمه؟ ما تصلح له ولا يصلح لها، وأنا ما تصلح لي أم صهيب أبد. باكر أنت اللي بتحسفين، إذا ولدك أخذ واحدة ما تعجبك أنت راح تندمين، وإذا أخذ واحدة مو على هواك أنت راح تحسفين. ترى ذبحتنا كثر ما تتشائم بيصير بولدك كذي، بتتحسفين بيصير كذي، عشان انصار تقول انا حذرتكم، يبك فينا شرك ما نبي منك شيء، ترى ولدي احسن الريايل والف وحده تتمنى وما ياخذ الا اللي تيوزه واللي على هواه واللي هو يقررها. خلاص يا ما حصل خير. اوه ما لي ما عادي حصل خير. ذبحنا يمه ذبحنا وفوق كل هذا بعد ام صهيب؟ لا طفح الكيل. لا تهاتني يمه انا مراضي لا على الخطبه ولا على تغيير الاسم.